غنبغي نشكر واحد الناس اللي بلا بيهم ما كنتوش غادي تكونوا دابا كتفرجوا في هذا الفيديو. اولهم سفيان نطير، الاخ ديال حميد نطير الاصغر، وهو المدير ديال الصفحه ديالو على انستغرام، اللي ما بخلش عليا بزاف ديال المعلومات اللي كنت محتاجها وما كنتش غادي نلقاها في شي بلاصه اخرى. ثانيا سفيان العلود، سامي تاج الدين، ومصطفى بيضوطه اللي ما كيعرفونيش شخصيا ولكن تقوا فيا وعاونوني بشهادات قيمه بزاف. شكرا لكم مره اخرى. قبل ما تبدا هذا الفيديو ما فيها بس تهبط تشترك في القناه وتشارك الفيديو مع اصحابك، على الاقل هذا العمل اللي كان مجهود شخصي ياخذ شويه من حقه. كان معكم مروان اسير. الى عندك شي رساله او استفسار او شكر، ها هو الانستغرام ديالي. مرحبا بكم كاملين، فرجه ممتعه وشكرا. دول قليلة في هذا العالم اللي الشعب ديالها ما كيهتمش بكرة القدم. المغرب العكس ديال الدول، كرة القدم فيه هي الرياضة الأكثر شعبية. هادشي اللي خلى بزاف ديال الفرق تكون عندها مدارس كبيرة اللي كتجود بلاعبين من المستوى الكبير، وكل مدرسة باش كتمتاز. الرجاء البيضاوي واحد من هاد الفرق، عنده مدرسة عريقة عطات ومازال كتعطي لاعبين على مرور الأجيال اللي صنعوا تاريخ ديال هاد الكيان. لكن واحد الجيل غادي يبقى في الذاكرة ديال المغاربة عامة والرجاويين بشكل خاص، لذلك سموه بالجيل الذهبي، وهو جيل نهاية التسعينات وبداية الألفية الثانية اللي كان بحد ذاته منتخب كيضم لاعبين ما عمر المغرب غادي يشوف بحاله، كمستودع باصير ومنجار ورد الرياح والحيمن وجنان. واللائحة مازالت طويلة. وسط من هاد الزخم كان واحد اللاعب متميز بزاف، بدا في سن صغير وقدر يفرض راسو وسط العلماء ديال الكرة اللي مستحيل دير بلاصتك معاهم في ديك الوقت من غير لما كنتيش لاعب مختلف بزاف. وانت فتى في عمرك 18 سنة خجول ولكن مهاري بزاف أكثر من القياس. هاد اللاعب ما يمكن يكون غير حميد نطير، أو بالاسم اللي كيبغي الجمهور كشكوشة. كشكوشة عنده ربعة العينين. واحد وثلاثين ديسمبر سنة 1980، آخر يوم في هاد السنة غيعرف الولادة ديال واحد من أكبر اللاعبين المهارين والذكيين كرويين بسباتة الزنقة 18 بالدار البيضاء، حميد نطير أو كشكوشة، اللقب اللي كان كلشي كيتسائل منين جا وكل واحد كانت عنده رواية. الجواب غنسمعوه من عند الأخ ديالو سفيان. علاش اخويا كانوا مسمين عليك كشكوشة؟ تا واحد ما عارف، تا واحد ما عارف اخويا، كذب عليك هو براسو ما عارفش. كان صغير هادي خرجت من الدرب، كان باقي صغير هويا، وكيفاش تا سماو عليه؟ تا واحد ما عارف، كل واش كيقول كيف قلتي انت. تا واحد اخويا كذب عليك، كذاب يقولك شي حاجه. وباش ما ننساش الاخ الاكبر ديال حميد نطير توفى مؤخرا، نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة، ولأي واحد كيتفرج في هذا الفيديو دعمه بالرحمة وبالمغفرة. فبحال جميع أبناء الطبقة الشعبية، حميد كان عنده حب كبير لكرة القدم، فهو كان في عائلة رياضية معروفة في الحي ديالو، لذلك ملي وصل لسن المراهقة قرر يلتحق بمدرسة الرجاء البيضاوي فئة الكادي، وبقى كيتسلق الفئات حتى وصل الفريق الأول في سنة 1998، وذو الفضل كيعود للمدرب الداهية أوسكار فيلوني. وأنا متأكد أنه كون كان شي مدرب آخر فما كانش غادي يعطيه الفرصة حتى لجينيراسيو ديال تاج الدين زمامة وعبد الصمد. فكما كتشوفوا في هذه الصورة حميد نطير كيبان
مع اللاعبين اللي في نفس الفئة العمرية ديالو، لكن الحقيقة هو أنه في هذه الصورة راه كاين مع فريق الأمل للرجاء اللي كان هبط باش يلعب معهم واحد النهائي في سنة 2000-2001، وهنا راه كان ديجا لعب مع الرجاء بريمير إيكيب لمدة 3 سنوات. المسار الكروي لكشكوشة يبدا مع فريق الأم الرجاء البيضاوي كما قلنا سابقا منذ سنة 1998 إلى غاية سنة 2007، 9 سنوات تخلاتها إعارتين، المرة الأولى لفريق اتحاد جدة السعودي موسم 2002-2003، ثم إعارة ثانية لفريق الاتفاق السعودي لمدة موسم 2005-2006، من بعد انتقل سنة 2007 لفريق الجيش الملكي لمدة موسمين، من بعدها غادي يمشي للمغرب التطواني حتى لسنة 2009، من وراها غادي ينتقل لفريق الدفاع الحسني الجديد واتحاد المحمدية، ثم إلى فريق الشباب الرياضي السالي اللي كيشتغل فيه حاليا منصب ديال مدرب رفقة الحمر. أما إلى تكلمنا على الإنجازات ديال حميد نطار، فهو حصل على البطولة الوطنية لخمس مرات، 4 مرات مع الرجاء البيضاوي ومرة مع فريق الجيش الملكي، ثم كأس العرش 3 مرات، 2 مرات مع الرجاء البيضاوي ومرة مع الجيش في نفس الموسم اللي فاز فيه الجيش بالبطولة موسم 2007. أما عصبة الأبطال ففاز بها مرة سنة 1999 ضد فريق ترجي التونسي، وضيع اللقب سنة 2002 ضد الزمالك المصري، وما ننسوش الكاس الأفرو أسيوية والسوبر الإفريقي، ثم كاس الكونفدرالية المعروف باسم الكاف والبطولة العربية والسوبر المصري السعودي مع فريق اتحاد جدة. المشاركة ديال نطير ما كانتش غير في مباريات عادية ومباريات إفريقية، فكان شارك في عمر 18 سنة في مونديال البرازيل الأندية وبصم على مشاركة عالمية، ثم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد سيدني سنة 2000-2001، ثم ألعاب البحر الأبيض المتوسط مع المنتخب الأولمبي المغربي في 2001 بتونس. الأخلاق العالية والمهارات الكبيرة الحميد كانت كتفرض على الخصوم والزملاء ديالو احترموه، أما الجمهور فما كيناش لقطة كيشتفع حميد كرة ما كيتفاعلش معها، لدرجة بعض المرات الرجاء كتكون خاسرة ولكن الجمهور كيخرج فرحان حيت استمتع بكشكوشة، واحد الولية صغير اللي كيدير ما بغى في الخصوم وفي الدفاعات ديال الفرق الخصمة، هاد الشي اللي خلى الجمهور يغني عليه في كل مرة تحت لهم الفرصة. السلام عليكم، اليوم جيت نهضر على حميد نطير. حميد الصديق الأخ الزميل السابق وواحد الإنسان اللي عاوني أنا شخصيا بزاف منذ الانتحاق ديالي لفريق الرجاء البيضاوي، واحد اللاعب اللي سبق الجيل ديالو بمراحل وبسنين، واحد اللاعب اللي موهبة، واحد اللاعب اللي فنان داخل رقعة الملعب، واحد الشخص طيب صاحبه صديق تأتمع السر ديالك، صديق اللي ما تخافش منه اللي تديره في ظهرك وما تخافش تديره قدامك وسير بعينك مغمضين. حميد طيب قلبي كبير، يعاون الزملاء ديالهم بالغالي والنفيس، لا في التدريب لا في المباريات لا خارج نطاق كرة القدم، في الأشياء الشخصية وبيرسونال ديال الواحد. حميد ناطير لاعب كبير، لاعب أخلاق عالية، ما بقيناش كنشوفو بحالو في البطولة الوطنية بحال دابا بحال حميد، كان لاعب كبير، لاعب كان كيمتاز بالقنطرات الصغيرة وبهذيك لاباس الأخرى، وكان لوتير عنده تبارك الله، كان لاعب ذو كما كيقولوا بوليفالو، حطيته في وسط ميدان، كان كيلعب في الجهة اليمنى، كان كيلعب من وراء لي زاتاكو. حميد ناطير لاعب كبير، كنتمنى ليه مسيرة موفقة في مجال التدريب ديالو، وحكم كيشتغل دابا في اتحاد سميتو السالمي، كنتمنى ليه مسيرة موفقة في التدريب والله يسهل على الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو نقول لك يعني بالنسبة للحميد ناطير المعروف بكشكوشة، عندي صديق وأخ والحمد لله باقي العلاقة ديالي إلى يومنا هذا معاه، يعني أنا تنقول لاعب اللي سبق الجيل ديالو أو سبق الوقت ديالو، ف
فمن اللاعبين القلائل واللي الا ما خفت نكذب ربما اول لاعب كيتنادى عليه المنتخب الوطني وعنده 17 عام، يعني لاعب اللي كنقول انا رسام فرقة الملعب، لانه لما كيدخل حميد ناطير يعني الدور اللي كيقوم به في وسط الملعب فهو دور كبير، كيعطيك الحلول، تيعطيك ديك لا ديرنيير باس، يعني خصك تفهمو لواحد الدرجه، لانه هو ربما كيدير شي حوايج اللي ما كيتوقعهاش يعني حتى لادفيرسير ولا حتى الجمهور هو كيديرها. دونك هذه ملكه اللي ما كت اللي قليل اللي تعطات ليهم، وحميد ناطر من هذا النوع، يعني لاعب من طينه اللاعبين الكبار، لاعب اللي تيلعب تحت الضغط، فمهما قلنا فما نقدروش نوفروا ليه الحق ديالو، ربما ما تنصفش اعلاميا لكن كيبقى ناطير، واللي تيعرف ناطير واللي جا واللي جا ور ناطير، فمن اللاعبين القلال في المغرب واللي صعابين يتعوضوا يعني تقريبا في كل ازمنه، لانه تو سامبلومو يعني لاعب كيلعب كره سهله، تيلعب واحد يعني واحد المتعه. فتحيه لخويا ناطير والله يسهل عليك. في واحد اللاعب اللي سخي داخل رقعة الميدان وحتى خارج رقعة الميدان، لدرجة انه لعب جميع المراكز، مدافع ايمن، وسط ميدان متأخر، وراء المهاجمين، وسط ميدان متقدم. واحد الانسان اللي ميمكنش لك تقول عليه الا كلمة خير. نتمنى لحميد ناطير مستقبل زاهر في مجال التدريب، وقد انه يعطي الشيء الكثير للاعبين اللي غادي يمارسوا تحت الاشراف ديالو. كنتمنى ليه التوفيق، وكيبقى من الاساطير ديال فريق الرجاء البيضاوي. فمن غير التقنيات العاليه في المراوغه اللي كانت عند حميد ناطير، فكما تشوف الشهادات ديال اللاعبين القدماء الزملاء ديالو في فريق الرجاء البيضاوي، فحميد ناطير كان كيمتلك موهبه خارقه في التمرير، تمريرات اللي كانت ديما كتصدم الجماهير، تمريرات اقل ما يمكن ان نقول عنها فهي تمريرات اسطوريه من لاعب صغير جدا في السن. La 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 la
الا بقيت كنهضر غير على لي كاليتي ديال حميد فراه ما غاديش نسالي، من غير التمريرات اللي كانوا عنده ومن غير المراوغات الساحره اللي كانوا عنده، فناطير كان كيتميز بواحد السرعه خياليه، سرعه كبيره كيعاون بها الدفاع وكيشق بها الطريق ديالو في الهجوم. Escucha o começo, ale ale, é o Deus Jonathan, filho. Chetli é gemli, é de ale, e a mãe que é amor, amor. Dexis ora for. Chegna le flam, min bekele, é pendele de dirbe, hatta mna roto, dume, gemna le kudara. إلا وصلتي حتى لهاد النقطة كنبغي نقول لك شكرا حيت كملتي الفيديو حتى الاخر، نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. مازال جايين مشاريع جديدة عمرها ما كانت في الويب المغربي، داكشي علاش خاصكم تشاركوا في القناة وفي الانستغرام ديالي مروان وسيرو. شكرا لكم بزاف.